عمر أتابك، ننتظر عودتك سالما غانما بإذن الله. بإذن الله. نتمنى لكم توفيقا من الله ونصرا مبينا. لا تمتلك كل الدول قائدا عظيما مثلك، قائدا شجاعا لا يهاب عدوه. القتال هو ما أتقنه وما تدربت عليه، يكفيني أن أرى خصمي بوضوح واقفا أمامي. هكذا تتجلى العدالة في أي صراع، سواء بالنصر أم الهزيمة، فما يحدد النتيجة عندها قوة سيوفنا فقط. صدقت. ماذا لو كان سيف خصمك أقوى؟ عندها سنحتاج دعاء أحبائنا. في الحرب لن تجد كل أحبائك إلى جانبك. سندعو لك بقلوب مؤمنة حتى تعود إلينا. شيخ العارفين، مولانا استولى المغول على أرض روم وسيسيرون نحو قونيا، هذا صحيح؟ يا مولانا ليس لدينا أحد سواك. طالما أنك بيننا يا مولانا لن يجرؤ أحد على مدينتنا، أليس كذلك؟ لن يدمروا بيوتنا، أليس كذلك يا مولانا؟ كنت أول من تنبأ بقدومهم، لكننا لم نصدق كلامك. نحن نصدقك يا سيدي، قل لنا ماذا نفعل. انظر يا مولانا، انطلق جنودنا، هل سيكون الله النصر حليفهم برأيك؟ وفقكم الله أيها. سيغادرون القلعة، سيذهبون للقتال. يا إلهي أترى ذلك؟ أترى مولانا، كنت أستعد للحملة ولم أستطع زيارتك، سامحني على تقصيري. حماك الله يا عمر، ردك للظلم يعفيك من أي تقصير. شعبنا ينتظر عودتك سالما مؤزرا بالنصر. روحي فداء له، هل توصيني بشيء؟ ستذهب إلى الحرب، ليكن سيفك حادا على أعداء أمتك وعلى أهواء نفسك أيضا. اذهب في أمان الله ورعايته، دعواتنا سترافقك. سامحني إن أخطأت. أسامحك وأدعو لك.